كتير حبيت الفكرة أي فكرة؟ ما تقولي لي بدك تاخديني ألعب بالبيسكلاب؟ <applause> هالولد منه قليل أبدا إن شاء الله أنا يلي بدي أختك تلعب بس كنا عم نحكي بشي تاني أنا وأمك بهمك تعرف؟ إنه إذا بتحبوا طبعا قولوا في عيلة ساكنة هون بالشارع وضعهم المادي ما منيح فاتفقنا أنا وأمك وكام شخص من الحي انه نساعد هالعيلة وكل واحد فينا بيقدم شي من المونة او أغراض للبيت نحنا ما كنا ناويين نحكي بهذا الشي لحدا لانه بتعرف انه هيك مو... يعني هيك موضوع ما بينزع بس انا عم خبرك لا تتعلم وتعرف كيف مطلوب يكون المسلمين مع بعض بيساعدوا بعض وبيعينوا بعض لحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب بيوم القيامة سبحان الله الله يجزيكم الخير ماما فيني قلك كلمة على جنب كأني عرفت شو بدي يقول